يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة. يا رب تكون مالية بيوتكم وحياتكم. زي ما انتوا شايفين الجمال، انا مع بعض النهاردة كيكة الزعفران بالحليب، عملناها مع بعض كتير قوي، فقبل ما اني اتذكرتها وعملتها قلت خليني اشاركها معاكم. طيب خلونا نتعرف مع بعض على المقادير. عندي كده 2 بيضة وكوبايتين الا ربع من الطحين ونص كوباية من السكر، ما تكتروش السكر لان احنا هنحط طبقات وهنسقيها حليب برضو معلق، فكفاية قوي نص كوباية. وكمان هنحتاج نص كوباية كده عاملة فيها منقوع زعفران، معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا، هحتاج لك الا ربع حليب وكريمة سائلة ودريم ويب. طيب هنجيب الخلاط، نحط فيه البيض والسكر والفانيليا وشوية من منقوع الزعفران والزبدة أو الزيت، ربع كوباية من الزبدة أو الزيت، تمام، والحليب. هتضربيهم مع بعض، دول هيبقوا على جنب، وهتجيبي بولة تانية. هنجيب البولة نحط فيها نص لتر من الحليب، او زي ما انت تحبي تسقي قد ايه، حطي لتر الا ربع عادي، وكمان شوية من الزعفران المنقوع ومعلقة من السكر او الحليب المكثف، وهتقلبيهم كويس جدا، وده هيكون الحليب اللي هنسقي بيه الكيكة او ما تطلع. طيب بالنسبة للصوص الاخير اللي هتسقي فيه في الكيكة بعد ما تغطي بالكريمة، علبة من الكريمة السائلة او نص علبة زي ما انت هتحتاجي قد ايه سائلة عندك، وشوية من الزعفران ومعلقة كبيرة من السكر او الحليب المكثف هتقلبيها، وده هيكون الخليط النهائي. طيب بعد ما ضربنا الخليط السائل بتاع الكيكة، هضيف معلقة من البيكنج باودر وهنزل عليهم كمان 2 كوباية الطحين، وهديهم ضربة تانية وبس، تبقى كده خليط الكيك بتاعي جاهز. هتديني صينية زبدة او سمنة او زيت وتحطي فيها الخليط وتدخلي الفرن على درجة حرارة متوسطة او اقل شوية عشان تستوي كويس جدا على الهادي. شوفوا لون الخليط، صراحة الموضوع يعني ما يبي لك كلام. شايفين سلاسة الخليط؟ بس هدخلها بقى الفرن، هتستوي. اول ما تطلع هسقيها بكوبايتين اللبن دول. بس كده الله، دلوقتي الكيكة بقت تمام التمام. هناخد بقى ده، طيب زي ما انتوا شفتوا كده الكيكه وجمالها. هجيب الحليب بتاعي وهنسقي بيه الكيكه، ولو احتاجت تاني اديها برضو تاني 2 كوباية. هي بتشرب كتير قوي الكيكه ديت، سبونش قوي، فبتشرب حليب كتير، فانت اديها علشان تبقى مظبوطه وطعمها حلو. طيب دلوقتي بقى انا ضربت الكريمه خلاص اهيت تمام، بس حطيت عليها مكعبين جبنه كيري علشان طعمها شويه يبقى حلو. تمام، يعني انت اي كريمه عندك زي ما قلت لك، يا اما دي اما الجاهزه. وعندي انا البص يا بنات، اقول لكم حاجه، تشكيله رهيبه في سوق ميم من الحاجات دي وسعرها رخيص قوي. تمام، طيب انا بقى بعد ما يعني هحط هنا في الكيس وهختار بلبله لبلبه لبلبه، ولا اسمها ايه يا ولاد؟ بلبله بلبله، هختار واحدة، عايزة واحدة ضيقة. بصوا دول بتوع البيتي فور كبار، بتاع مثبت الكيكة. ناخد مثلا دي، حلوة دي، كويسة، او دي او دي او الوردة، اي واحدة هشوف يلا. طيب كده بعد ما حطيت الكريمة في الكيس، يا اما تعملي خطوط رفيعة
بالبايركس كامل، او تعملي زي ما انا ما بعمل كده يعني اشكلي كده تمام، او تدينيها بالكريمه بايدك بسوري معلقه وتسويها وخلاص اي حاجه. بعد كده هحط زعفران شويه واطحنه بايدي كده وارشه على الوش، دخلها التلاجة لازم تبرد كويس، ما ينفعش تتقدم ابدا سخنه، سيبيها اقل حاجه اقل حاجه من 6 ل 8 ساعات او تبيتيها. وبس كده، شوفوا بقى جمالها بقى طعم منها، شايفين شاربه ازاي؟ بجد رهيبه قوي 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 قوي. انا كده وصلت نهايه الفيديو، قدموها بقى مع قهوه، اشربوها مع القهوه العربيه المره، مع نسكافيه بتاعك، الحاجه المفضله ليكي. وصلنا لنهايه الفيديو، اللهم ارحم امي وابويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، اللهم امين. ما تنسوش بقى لايك، وروحوا على قناتي على اليوتيوب باسم رنا العبودي اشتركوا فيها، ولو انتوا على اليوتيوب روحوا على الفيسبوك باسم نفس الاسم رنا العبودي. باي باي.